يا هلا فيكم. الطيور المهاجرة أو أبناء الطلبة الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية لهم نشاطاتهم وجهودهم إضافة إلى التحصيل العلمي المتميز حتى يعودوا إلى أرض الوطن مرفوعي الرأس بشهاداتهم وتميزهم وعلمهم الراقي. وهنا يأتي دور مجموعة مستجد التطوعية التي تقدم الدعم والعون والمساعدة لأبنائنا الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية. حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من الأستاذ أسامة برحمة رئيس مجموعة مستجد التطوعية وأيضا الأستاذ غنيم المعيلي مسؤولة مقر الطالبات. حياكم الله معنا ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. الله يحييك. حياك الله يا غنيمة. نبدأ مع أسامة. أسامة ناخذ فكرة عن مجموعة مستجد التطوعية. مجموعة مستجد في البداية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد هذا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في البداية أحب أشكركم والله أمانة على الاستضافة الطيبة هذه وما هي غريبة عليكم. في البداية مجموعة مستجد تأسست عام 2008 على أيادي طلبة حالهم من حالنا نقول طلبة كويتيين دارسين في الولايات المتحدة الأمريكية. واجهتنا مشاكل الكل مر في عقبات في البداية ولكن الواحد يعني نقول تحوشه نغزة بأن ما وده أخوان الكويتيين هم أو طلبة المقبلين في الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تحوش من المشاكل هذه. فعلى هذا الأساس العقبات اللي صارت ما تبيها تصير. بالضبط بالضبط. فما يبيهم يمرون في المرحلة هذه أو في التجربة هذه. فعلى هذا الأساس قرروا جماعة من الشباب خلينا نأسس مجموعة مستجد في 2008. ومن 2008 إلى يومك هذا في سنتها الثامنة المجموعة تستمر في خدمة الطلبة بشكل تطوعي وتجسيداً حق شعارنا اللي هو من قرارك إلى استقرارك. فإحنا فعلاً نواكب الطالب في من أول ما أنه يفكر في أنه يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يستقر هناك في المدينة. نعرف على الشباب نفتح له حسابات البنك والتليفونات يعني سوالف هذه الخدمات متكاملة. بالضبط بالضبط. يعطيكم العافية. تسلم بخير غنيمة. غنيمة حياك الله يا غنيمة. غنيمة أنت مسؤولة مقر الطالبات. نتكلم عن مقر الطالبات. المقر هو مكان اللي حابين يدرسون بأمريكا يولنا وإحنا نساعدهم بالأبليكيشن، نساعدهم إن يسجلون حق الفيزا، مكان يعني نتجمع فيه ون يعني علمهم يعني ونقول تتواصلهم معهم دائما. أنا راح أركز على موضوع بعد مشاكل الطالبات الخاصة. نرجع لأسامة. أسامة يعني الفكرة هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ليش ركزتوا على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمانة كنا احنا طلبة دارسين في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ما نفقه وايد في مثلا المملكة المتحدة البريطانية أو مثلا في أيرلندا، فركزنا الجهود بأن يكون في أمريكا طالما أن احنا في أمريكا طلبة يعني رايحين راضين على أمريكا. جميع جامعات الكويت ولا مركزين على جامعة مثل جامعتكم الخاصة؟ لا 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 أبدا، في كل مناطق أمريكا متواجدين، عندنا ممثلين في المناطق، عندنا ناس تستقبل. عدد المنتسبين كم؟ والله يعني العدد كعدد بالضبط يعني مو عارفين يعني بضل الموضوع تطوعي بالنهايه. الشباب اللي يرجعون تقريبا نقول حوالي يمكن اللي موجودين في الكويت يمكن اكثر من 20 عامل من اللي كانوا من اللي موجودين في امريكا الحين راجعين بالصيف هسه نخدم الطلبه ونحاول نحتوي اكبر عدد من شريحه المستجدين او المقبلين في امريكا. وامانه مجموعه المستجد يعني هي اول من سلط الضوء على شريحه المستجدين في سنه 2008. ما كانت شريحة المستجدين نقول مسلط الضوء عليها في مجال الخدمة لأن نعم. عقبات كثيرة يمرون فيها. نعم راح أركز على العقبات إن شاء الله. غنيمة الآن موضوع الطالبات يعني بركز على طالبات يعني في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة المستجدات، خاصتكم مجموعة مستجد تطوعية، دائما تواجهكم مشاكل. نتكلم عن هذه المشاكل اللي تواجه الطالبات وهذه فرصة عبر تلفزيون دولة الكويت أن أي طالبة الآن تفكر أنها تروح لأمريكا شو تقول لها وشو المشاكل اللي واجهتوها وحليتوها؟ المشاكل اللي بعض البنات يعني يواجهونها أن في بعضهم يروحون ما يعرفون أحد فتشوفهم يتوهقون ما يدرون شو يسوون. ومرات بعد يعني لأن أول ما توصل لازم تفتح لك حساب بنك ولازم التليفون وكذي، وفي بعضهم يعني يجون ما يدرون المنطقة هي شنو وشنو فيها، وإحنا يعني لأن عندنا ناس هناك بكل منطقة فيقدرون يساعدون اللي يبون يدرسون بأمريكا، يساعدونهم بأن يقدمون خدمات ويساعدونهم أن مثلا ناس ما قلت حق البنك يساعدونهم من البروسس شلون يسوونه ويفتحون لهم حساب.
شلون التليفون يعني يفضلون لهم نفسها. ما شاء الله عليكم. طيب البنات الخايفات انهم يروحون امريكا، الطالبات اللي تفكر انها تروح بس خايفه، شو تقولي لها؟ تعالي احنا موجودين. يعطيكم العافيه. شو المشاكل اللي تواجهونها وسامة؟ يمكن اكثر العقبات اللي يمرون فيها الطلبه يمكن اللغه، مساله اللغه، لانه يمكن يطلع هني مو مؤسس يمكن ذاك التاسيس القوي، فلما يروح هناك خاصه ان دوله بالكامل بالانجليزي، ف يعني لازم اول ما يوصل المطار اول شيء لازم يعرف وين يروح على اساس انه يقدر يروح الفندق اذا كان حاجز فندق. ولا تنسى الترانزيت بعد، بالضبط الترانزيت، وتعال شوف الجوازات، تعال هم يمكن يسالونك اسئله امنيه، يمكن يوقفونك يردونك مره ثانيه. فعلا وصارت ترى امانه صارت. فالواحد احنا هني هذه هذا واجبنا احنا تجاه الطلبه، بان نجهزهم حق امريكا، نواكبهم في كل ما يحتاجون، من اول ما انهم فعلا يعني يفكرون بانهم يدرسون في الولايات المتحده الامريكيه الى ان يوصلون هناك، احنا ماشيهم في كل ما يحتاجونه. الحين فتره التقديم، احنا فتره تقديم على البعثات احنا مقبلين عليها، نقول التاريخ لان 31/5 يفتحون باب تسجيل التعليم العالي للبعثات الخارجيه والداخليه، ويتسكر تاريخ 18/6. حتكون موجودين بالكويت. هي اكيد هي عندنا مقرنا دائم ان شاء الله في الدسمه. بنعلن عن عنوانكم انتم، بما انكم عمل تطوعي نذكر المشاهدين الان بعنوانكم، عندكم حساب انستغرام او تويتر. أيوة. اللي حاب يتواصل الان قاعد يشوف الحلقه حاب يتواصل تعطي المسمى مالكم الخاص. أيوة. فيكم احنا الانستغرام مالنا مستجد اندرسكور يو اس اي، ام او اس تي اي جي اي دي اندرسكور يو اس اي، وهذه نقول الواجهة الأساسية في تعميماتنا، في أخبارنا، أي تغطية، أي نشاط إحنا بنسوي. وترى مقبلين على يعني نقول لقاءات كثيرة حق الطلبة راح تفيدهم، منها تخصصات، منها لقاء تنويري سنوي اللي إحنا نسويه، يعني هذه ثامن سنة إحنا بإذن الله راح نقيم لقاء تنويري، يحضرونه يعني العام حضروه أكثر من 1000 طالب. ما شاء الله. إيه والله. فأمانة يعني إحنا جدا حريصين بأن نهيئ الطالب ونواكب في كل ما يحتاج. الله يعطيكم العافية. غنيمة، الآن أنت طبعاً تخصصك إعلام ما عرفت، هل من ضمن الخدمات اللي تقدمونها للطالبات، يمكن طالبة مترددة بالتخصص قبلوها حطوها بتخصص معين، أنتم تشجعونهم على تخصصات معينة قبل لا يتخصصون، تحاولون تمهلهم ترى هذا التخصص نحتاجه كذا هناك كذا، يعني هل هناك تعميمات؟ إيه إحنا نساعدهم هم إن حق قرارهم، إن نساعدهم إن شنو تبون، شنو يعني شنو تحبون وكذي، و يعني اللي يحبونه يقدرون ينقون، وهم يقدرون يغيرون الميجر اللي هم فيه اذا ما حبوا يعني عقب. نعم. الامور الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه نعرف انه في امور معينه لازم واحد يعرفها من اول ما يطب امريكا، يعني ممكن عنده فيزا ولكن يمكن يردونه بسؤال معين، تنبهون الطلبه لمثل هذه الامور؟ اكيد. انه يكون عنده اسئله معينه اجابات مقننه ومقيده وواضحه. فعلا وتذكر ايضا فيزه الطالب. أيوة. تختلف عن فيزه السياحه لان فيها مقابله. أيوة. اصلا فهذه هم من ضمن التذكيرات اللي احنا نذكر فيها الطلبه، ان لما يقدم حق الفيزا ولما يسجل موعد نقول له ان يعني لا يصير يعني لا ترتبك، بالعكس خليك جدا طبيعي، لان يعني بالنهايه يعني ايحائك اللي انت تعطيه حق اللي قاعد يقابلك في السفاره ممكن يحدد مصيرك اذا انت تروح ولا ما تروح. غير عن كذي هم لما يوصل هناك وقت الختم حق الجوازات راح يسالونك كذا سؤال، ايش عندك ليش جاي امريكا؟ شنو تخصصك؟ اذا غيرت الاسئله مشكله راح تصير عليك. هذه هي. فحلو ان الواحد يكون واثق، واحنا دائما ننبه الطلبه بان يعني امانه يعني بالعكس هذا الشعب الامريكي جدا متعاون، وما هي اول مره ان يعني دوله الكويت يعني تدز وفود حق وفود من طلبه يدرسون في المتحده الامريكيه، فمتعودين، وحتى السفاره هني الكويتيه السفاره الامريكيه في الكويت جدا متعاونه مع الطلبه. انت فتحت لي باب اسئله كثيره بس عشان باب توزيع الاسئله. غنيمه، اي سنه الحين تقريبا بالاعلام تخصصتك؟ انا سنه اولى. حلو. طبعا كانت عندك فكره قبل وبعد. أيه. قبل تروحين لامريكا عن طبعا يمكن هذه اول مره ولا سبق ان رحت لامريكا؟ انا لا انا كلها بامريكا. ما شاء الله، يعني انت فاهم الوضع هناك. طيب كطالبه الان شنو حسيتي بالاجواء هناك؟ هل اختلفت نفس الافكار السابقه عندك في جامعتك، او تغيرت الافكار لما دخلت الجامعه؟ تغير عليك حتى مشروع المشاريع، مشاريع التخرج، المواد وغيرها من المواد والدراسه واللغه، يعني في امور معينه حابه يعني تنبهين الطالبات لها؟ انا صراحه كنت اول شيء حسبالي انه راح يكون الوضع صعب لان امريكا وبعيد عن اهلي، ولكن شفت ان الوضع سهل، وهم المدرسين هناك يعني ما شاء الله عليهم لما يدرسون يعني ويعني وهم تعرفت على كم بنت هناك، يعني حسبالي اني كنت راح اكون بروحي، بس يعني الحمد لله يعني تعرفت على كم بنت
الحمد لله الامور يعني زي. وحلو انك سبق ورحت لامريكا فالامور كانت طيبه بالنسبه لي. ايضا سؤال نفس السؤال اسامه، هل سبق رحت امريكا قبل تروح؟ مره ثانيه رحت، بس رحت حق ولايه واحده، ما رحت حق الولايه اللي انا ادرس فيها. رحت حق ولايه. شو كانت الافكار والانطباعات لما رحت؟ صراحه كنت متوقع بان يعني خاصه الولايه اللي انا فيها هي الكولورادو، كنت متوقع ان مثل ما الناس دائما تقول ان بارده والثلج 24 ساعه، بس مع انه والله يعني بغض النظر عن هالشغله هي فعلا بارده وقت الشتاء، بس وقت الصيف حر. ليش؟ بحكم الارتفاع. احنا عندنا تعطيني الاوقات عشان هم بعد الطلب اللي يفكرون يروحون ان شاء الله الاشهر. اي كولورادو احنا مثلا ولايتنا، احنا الولايه الوحيده بامريكا اللي تجيها الاربع فصول صح. يعني وقت الربيع يجيك ربيع صح، وقت الخريف تشوف ما شاء الله شير اشكال والوان والدنيا يعني من اروع ما تكون امانه. جمال الطبيعه شيء لا يوصف امانه. انت قاعد تشجعهم على كولورادو امانه. البيئه حياها الله والله. طيب ايضا نصائح تحبين توجهينها للطالبات والطلبه بشكل عام غنيمه؟ اذا انتم يعني خايفين، يعني في بعض الناس يخافون يطرشون عيالهم برا، بس يعني كطالبه علم بالغربه يعني اشوف ان هذا شيء حلو ان واحد يطلع ويدرس برا ويشوف العالم، لانه مو بس احنا الكويتيين اللي نروح امريكا، هم يعني في صينيين يابانيين يعني وايد. تعرفت عليهم؟ ايه حلو، ثقافات اخرى نكتسبها كطلبه. وايضا ترى عمليه صناعه النفس تبدا ترى في الغربه، الغربه هي المحك فعلاً. يعني ما شاء الله العنصر النسائي دش علينا بالخط اسامه. يعني ما شاء الله هم اخواتنا يعني، وان شاء الله دائما نقد هذا الموضوع. اسامه بالنسبه كمجموعه تطوعيه، هل لكم تعاون مع الاتحاد ولا انتم بروحكم تشتغلون بروحكم على الاتحاد؟ احنا ما صرت ربط بينكم، ذكرت انه كان عندكم مثل محاضره توعويه حضرها يمكن 1000 طالب، وهذا عدد كبير جدا. المفروض يعني الاتحاد يكون ايضا في مظله لهذا الموضوع. فعلا الاتحاد هم جهه نقول الرسميه اللي تخدم الطلبه، لكن بالتالي هم احنا هم مجموعه تطوعيه، احنا ما لنا علاقه امانه بالاتحاد، احنا مستقلين عنهم، لكن هم احنا جهه ثانيه هم نخدم فيها الطلبه. ومثل ما قلت احنا صار لنا هذه ثامن سنه نخدم الطلبه، يعني امانه الموضوع يعني في تواصل معاكم؟ لا ابدا، هم بروح واحنا بروح، يعني لنا نقول احنا لنا يعني طريقتنا في الخدمه، هم لهم طريقتهم، بس بالنهايه كلنا نخدم الطلبه. اثنين نقول نغطي شريحه المستجدين اللي حابه تقدم على امريكا وتدرس في امريكا، فاثنين نقول نغطي شرايح بعض، نحاول يعني نغطي اكبر عدد ممكن من الطلبه اللي يبون يدرسون في الولايات المتحده الامريكيه. بس من جانبنا احنا غير مقرنا الدائم اللي في جمعيه معلمين اللي في الدسمه، امانه اوجه هو مقركم الدائم، مقرنا الدائم صراحه احنا هذه رابع سنه هم نتعاون وياهم، ما قصروا امانه. ودي اوجه كلمه شكر لهم، اي والله ما قصروا ويانا. فاحنا غير عن مقرنا الدائم في جمعيه معلمين، هم عندنا مقرات في منطقه العاشره، منطقه نقول الجهره، اساس نحتوي اكبر عدد ممكن من الطلبه نقول اللي بعاد عن الدسمه. طبعا احنا دشينا الان في الاعلام الجديد، الاعلام الجديد هناك الواتساب ايضا دخل. ايوه الجروبات، مع جروبات بالضبط شبابيه ونسائيه، ممكن تحاولون تكون اختصار كل شيء لاهدافكم. فعلا فعلا، فهذه هي الفكره، ان نحاول يعني نحتوي اكبر عدد ممكن ونتواصل مع اكبر عدد ممكن، نقرب البعيد، احنا يعني نكون اكبر يعني قد ما نقدر قراب منهم. ممكن الواحد ما يقدر يسوق، من طلبه نقول مثلا واحد ساكن منطقه بعيده عن الدسمه، فاحنا نكون قد ما نقدر اقرب له حق سهوله التنقل او سهوله ما شاء الله خدمات في اي بي هذه. واحد والله قد ما يقدر وده انه يخدم عياله. يستاهلون والله. غنيمه انا بسال سؤال بالنسبه للطالبات الان، لما يعلن البعثات هل انتم تتواصلون معاهم وتحاولون تاخذون ارقامهم ولا تنتظرونهم يتصلون فيكم؟ احنا اذا عرفنا ان اي احد يبي وده يسافر احنا نتصل فيهم، واذا هم هم يقدرون يعني مثلا يتصلون فينا وكذي. احنا كل احد وثلاثة وخميس متواجدين بنيو داي، مطعم نيو داي ببرج سنابل. اذا احد عنده اي استفسار او يعني اسئله، او هم اذا يبون مساعده بالابلكيشن بالفيزا، احنا موجودين هناك ونقدر نساعدهم. الان ممكن المشاهد يسال، هل هناك احد داعم لكم؟ عندنا شنو؟ دعم، هل هناك داعم لكم؟ في احد يدعمكم؟ بكل امانه الداعم الاول للمجموعه اللي هم العاملين نفسهم. يعني جزاهم الله خير، يعني ابدا
يعني ما حد لزمهم في أنهم يشتغلون، العمل كله تطوعي بالكامل. لأن مثل ما قلت في البداية أن الواحد قد ما يقدر وده أن يخدم الجيل الجديد. بالنهاية كلنا مرينا في هالتجارب هذه، كلنا مرينا في مواقف يمكن ما تبي أحد تصير للموقف. فعلا فعلا يعني يضيق خلقك أمانة لما تشوف واحد يمكن حاشته مشاكل، ولا يمكن تأخر تخرج على سبب فعلا. خليك من يمكن تخرج يمكن كان بعد فترة يعني سنين من أن يقضيها في أمريكا، لكن المشكلة في مسقط الرأس من أول ما يوصل. فهني قد ما نقدر نحاول بأن نهيئ الطالب قبل أن يسافر، وحتى لما يوصل هناك نماشي في إجراءات الاستقرار، نمر من المطار نخدمه، نعرف على الطلبة، نقيم له أنشطة ورشات عمل عن اختبارات اللغة. خاصة أيضا أضيف على كلامك، أمريكا لها قوانين معينة ومحددة ومنظمة، يعني يمكن تختلف عن الكويت، لذلك لازم يكون هناك توعية لهذا المشروع وهذا الموضوع. المخرجة رشيد البهضاوي تقول لي نختم، أنتم فخر الكويت يعني بهذا العمل التطوعي، وشرف الكويت لأنكم تخدمون عيالكم إخوانكم وأخواتكم، يعني فكل شكر لجهودكم اللي تبذلونها من خلال هذا العمل يعني الإنساني الكبير لتوضيح مثل هذا الأمر على أخواتنا وأخواننا الطلبة المقبلين على الدراسة إن شاء الله في الولايات المتحدة الأمريكية. أسامة برحمة طبعا رئيس مجموعة مسجد التطوعية، شكرا لك. أيضا الأستاذة غنيمة المعيلي مسؤولة مقر الطالبات، شكرا لكم. استمروا لا توقفون، الكويت دائما تشرى يعني تتشرف بالأعمال التطوعية وهذا العمل الكبير القدم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نشكر طبعا ضيوفنا على تواجدهم أيضا وتوضيح هذا الموضوع. فاصل ونواصل بإذن الله.